تكون نسبة الديون كبيرة جدا، يعني 12 زائد 12 في 4، فبالتالي ستصل إلى حد عالي جدا. لم تعطي الحكومة الاتحادية 4 سنوات للإقليم رواتب، فبالتالي الإقليم توجه إلى أن يطبق نظام الادخار على موظفيه وأن يستقطع من رواتبهم ما يقارب 25% من راتب الموظف، وتوجب على الإقليم ديون بس فقط للموظفين 9 مليار دولار تقريبا، ما عدا الالتزامات والديون الأخرى من المستثمرين والشركات التي كانت تغطي نفقات الحرب وتغطي نفقات النازحين وتغطي نفقات المواطنين الكرد آنذاك.